طول عمرنا عارفين ان الخلاف بين انت اهلاوي ولا زملكاوي، دلوقتي الخلاف بين انت بكيني ولا بوركيني، يا ترى انت مين فيهم؟ ده اللي هنشوف. إيه؟ انا بصراحه بكيني. انت يا حبيبي بكيني، لان انا كنت عايش في بكين في الصين اصلا. في رمضان اللي فات الفنانه الكبيره سوسن بدر ومعاها النجمه ياسمين عبد العزيز الاتنين شاركوا في مسلسل ونحب تاني ليه. المهم ان يا سوسن بدر كانت في المسلسل عامله دور ست معقده بتكره الرجاله وبتحاول تخلي بنتها ياسمين عبد العزيز تكره برضه الرجاله. المهم في نهايه المسلسل ربنا تابع على سوسن بدر واتجوزت عماد رشاد، وياسمين عبد العزيز اتجوزت كريم فهمي. نيجي بقى بعد رمضان الاتنين حبوا يطبقوا دولت على الواقع. جت ياسمين عبد العزيز بعد رمضان مباشرة اتجوزت احمد العوضي. جت الايام اللي فاتت الفنانة الكبيرة سوسن بدر اعلنت خلاص ان هي عندها نية الارتباط، قالت بشرط الود والاحترام وده اللي بيعيش اقوى من الحب. الله عليك يا سوسو، عشان كده بنقول بطة مش ليك يا مرزوق. بطل مين؟ مش عارف بقى، لسه هنشوف بطل مين، ده اللي هنشوفه الايام الجاية. لازم الود والاحترام وده اللي بيعيش اقوى من الحب، فده اللي هنشوفه الايام الجايه. يعني يجي حد محترم بس، ده اللي بتشترطه الفنانه سوسن بدر. انا راجل محترم ممكن اشوف الموضوع ده، فربنا يسهل. الهيافه المؤلمه، ده العنوان اللي كتبته الناقده والسيناريست ماجده خير الله لما انتقدت اللي عمله الفنان عماد محرم مع بنته اللي كانت طلعت في فيديو وبتساله بتقول له يا بابا مين بنت مديحه كامل في فيلم العفاريت، بيليا ولا لوزه؟ قال لها يا بنت بصراحه انا هضطر بقى احرق الفيلم بعد مرور اكتر من 20 سنه، من الاخر هي بيليا. عشان كده ماجده خير الله طلعت وزهقانه قوي ووجع قلبها قوي ان ما حمات محرم طلع عليك الكلمتين دول. طب يا ست ماجده برعي نفسك شويه، اللي كان تعبها ان الفيلم كان فيه قضايا اقوى من كده اللي هو مشكله خطف الاطفال ان لحد النهارده منتشره شويه. طبعا الاستاذه ماجده خير الله مش حاسه بالاستاذ عماد محرم، يا ست الراجل عايز يطلع ترند، مش لازم تقف على الحاجات دي. الراجل بيعمل اي حركتين يطلع ترند، بقى له فتره بيشتغلش واحنا دخلنا على موسم رمضان، ادوا له فرصه. طيب ادوا له فرصه يطلع في الترند مره من نفسه، ما تجيش تقف كده في كل حاجه يا استاذه ماجده خير الله، هتعمل له بلوك بعد الحلقه دي لان اي حد بينتقدها بتعمل بلوك. مين بقى بنت مديحه؟ انا خلاص قال لك بيليا خلاص. انت شايف مين؟ هو صح ولا غلط؟ لا انا بصراحه شايف لوزه، لوزه كان فاهم المديحه كامل شويه، وده برضو اللي انا توقعته في تزوير في اوراق رسميه. ايمان البحر درويش كان ابن ميرفت امين، مع انه اكبر منها في السن بس مش مهم، هو كان ابنها برضو يعني، برضو نفس العينين ونفس البتاع. الايام اللي فاتت الفنان اشرف زكي لما لقى العمليه باظت شويه ودينا مراجيح كل شويه تطلع ضيفه شرف في مسلسل بعد ما شاركت في مسلسل ليه لا مع منى خليل، فجاه جاء احد المخرجين ورشحها في فيلم تاني. جاء الدكتور اشرف زكي اصدر بيان شديد اللهجه ووجه تهديده لكل المخرجين، يعني من الاخر يا جماعه اللي هيستعين بدينا مراجيح في اي عمل فني اشرف زكي هيمرجحه. فنانه دولي شاهين خضعت الايام اللي فاتت لسيشن صور جامد جدا يا جماعه، من حلاوته مش قادر اتكلم عنه، وانا من هنا بطالب المخرجين ارجوكوا شوف السيشن ده وحطها في الدور المناسب. في الحلقه اللي فاتت يا جماعه ناس كتير اتهمتنا ان احنا بندعم التحرش واللي انا بنساند المتحرشين. طبعا احنا ضد التحرش اسما وشكلا وموضوعا ومضمونا، لكن احنا بنقول يا جماعه ان اللي يواجه التحرش يكون مؤهل لده. طبعا انا مش بقصد الفنانه رانيا يوسف، رانيا يوسف فنانه موهوبه وبنكن لها كل الحب والاحترام، لكن لازم اللي يقول على حاجه يكون هو بيطبقها على نفسه. وعايز اقول يا جماعه برضو من الناس اللي هاجمونا او اللي هاجموني انا بشكل شخصي اللي انا بدعم التحرش، واحد والله بتفيره ولابس بيلبس حلق، وده يا جماعه اللي مزعلني جدا. طب اقلع الحلق الاول وانتقدني وقول التحرش واللي انا بدعم التحرش ولا مش بدعمه. عموما يا حبيبي انت براحتك تلبس الحلق، تلبس فرده، تلبس فردتين، انت حر، خد راحتك يا حبيبي.